لما تأتي في لما ترشح نفسك وتفوز بالصفة التمثيلية لن يحاسبك أحد، ولكن من يحاسبك هم الناس الذين رشحوك، بمعنى أنك محاسب أمام هؤلاء الناس بالقدر الذي دفعت فيه عن مصالحهم ودفعت فيه عن حقوقهم. ولكن لنقل كيف يمكن محاسبة عضو مجلس الشورى؟ أين تأتي محاسبتها؟ هل يستطيع أحد منكم أن يمارس هذه المحاسبة؟ أن يقول لك كيف مارست هذا العمل؟ هذا في حين أن دستور 2002 يقول لك ولي وللجميع بأنه يمثلك ويمثل كل شخص فينا. طيب أنا إذا قلت بأن في شخص يمثلني، هذا من باب أولى أستطيع أن محاسبه لأنه أساء في أدائه، أنه لم يدافع عن حقوقي، لأنه لم يمكنني من أن استمتع ولو بجزء يسير من ثروات البلد، لأنه لم يحقق أي إنجاز فيما يتعلق بكثير من الحاجات، ربما تكون الحاجات الملحة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن وإلى آخره. وربما نكون أيضا احنا في حالة انه يعني ليست المشكلة فقط في ما نواجهه من حاجات يومية بالحياة، ولكن تخلق الكثير من المشاكل، فنصبح أيضا شعب بحاجة إلى أن يتصدى لمشاكل أخرى، بمعنى أننا كبلد أصبحنا نستضيف أو نقوم بنوع من يعني نقدم الحلول لمشاكل الآخرين. يعني تنحل مشكلة البطالة في بلد مع شديد احترامي في اليمن على حساب أهل البحرين. يعني لا يحصل المواطن على حقه في وظيفة أو في سكن لأنها تحل من خلال عملية، لأنها تخلق مشكلة من خلال عملية التجنيس العشوائي غير العادلة والظالمة بحق قطاع واسع، مش قطاع واسع وإنما بحق كل البحرين. محمد، أنا حبيت أضيف بعض الملاحظات السريعة قبل نفتح باب الحوار. موضوعنا الدستوري يتلخص في ما نعتبره أهم مادة الدستور، وهذه المادة ما تغير، دستور 2002 والدستور 73 تحوي نفس المادة. وهي المادة مفترضنا تشكل ركن لأي المادة واحد جاء تقول نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب، مصدر السلطات جميعا، السيادة فيه للشعب، مو لفرد، للجماعة كلها، للناس كلهم، السيادة فيه للشعب. من مصدر السلطات؟ هو الشعب، مصدر السلطات جميعا. إذا نحن عارفين أنه مصدر السلطات اللي موجودة الآن، سواء السلطات اللي موجودة في مجلس النواب، أو السلطات اللي موجودة في يد الحكومة، أو السلطات اللي موجودة في يد الملك، جميع هذه السلطات مصدرها أنتم، مصدرها الناس، مصدرها الشعب. لذلك حتى تعبير ولي الأمر الآن في كثير الناس يقولون ولي الأمر حسب النص الدستوري هو الشعب. ولي الأمر هو مصدر السلطة، هو مصدر، هو الذي له السيادة، والذي له السلطة، والذي من مصدره من داخل منه تأتي السلطة هو الشعب، فالشعب هو ولي الأمر في هذا الخصوص. بعض النصوص عندنا دستورية، نصوص دستورية جميلة موجودة، سواء ذهبنا إلى دستور 73 أو دستور 2002، نصوص عن المساواة، نصوص عن العدالة، نصوص عن المشاركة الشعبية. نأخذ نص العدل، العدل أساس الحكم، والمساواة وسيادة القانون والحرية وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات في المجتمع تكفلها الدولة. كل الأمور تكفل الدولة، الدولة تكفل العدل، المساواة، سيادة القانون. سيادة القانون معناها القانون يطبق على الجميع بالتساوي، سيادة القانون. الموت ما يخلف الضعيف ولا القوي، لا يخلف الفقير ولا الغني، كذلك القانون لما يسود ما يتخلف أحد من تطبيق القانون. هذه مادة موجودة في الدستور وموجودة في ميثاق العمل الوطني.
في مادة أخرى بالدستور، المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق، كل المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق. المثل الذي قاله أخ محمد عن بعثة لطالبة وبعثة أخرى تحصلها طالبة علاماتها أقل، تحصل بعثة والطالبة اللي علاماتها أكثر ما تحصل بعثة، هذه انعدام للمساواة في القانون، هذا خلق لنص دستوري. لا تمييز بينهم، ما في تمييز بين الناس. لم يعطي الدستور أي وضع لأي عائلة، ما في عائلة في البلد لها وضع خاص في الدستور، للعلم ما في عائلة في البلد لها وضع خاص في الدستور، جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل، قبيلي ولا غير قبيلي أو من أي أصل ثاني من البحرين، أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المذهب ما ليس سبب للتمييز، الأصل ليس سبب للتمييز، قبيلة ولا هو القبيلة ولا مو القبيلة ليس سبب في التمييز، المواطنين متساويين. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة الشروط، الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين. الشباب العاطل نقول لهم هذا حق لكم، الشباب اللي يحصلون راتب اليوم 200 دينار 250 دينار، الدستور شو يقول؟ يقول تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، عدالة شروطه يعني أجرك جيد كريم في آخر النهار لما تأخذ أجرك، إذا 200 دينار ما تكفي تأسيس أسرة، إذا 200 دينار ليس أجر عادل، الشروط العادلة غير موجودة فيه. إذا نحتاج إلى 300 دينار ما تكفي تأسيس أسرة، إذا 300 دينار تخالف الدستور، لأن الدستور يتكلم عن عدالة شروط، عدالة شروط العمل. الميثاق يتكلم أيضا عن أمور أخرى مثل الشفافية. الشفافية تعرفون لما بيوت كانت هي، احنا نحتاج شفافية، بمعنى عطونا قائمة بأسماء كل الناس اللي حصلوا اسكان في البسيتين، متى يقدم الطلب ماله، كم عمره هذا الشخص، وين يشتغل، كل الأمور أنا بحاجة لها عشان أعرف إن هل بالفعل في عدالة، لأن الدستور يتكلم عن المواطنين المتساويين ويتكلم عن العدالة. إذا العدالة لكي تطبق ميثاق العمل الوطني يتكلم عن الشفافية، عشان يكون عندنا عدالة لازم نراقبها، شلون نراقب إذا ما في أرقام عندنا، إذا في حاجة إحنا إلى شفافية. للأموال العامة حرمة، للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. تبهوا حماية الأموال العامة، واحد يقول لك ايش لك يا أخي بالهذي، تعور راسك وتتكلم عن الفساد وتتكلم عن الأراضي وتتكلم عن الميزانيات، أقول لك مو بخيار عندي، هذه الدستور يقول لي واجب، ومن يتخلف عن الواجب يتخلف عن تطبيق الدستور. احنا ما نتكلم عن شيء نسويه ولا ما نسويه، الدستور ما يقول لنا الأموال العامة حرمة ونسوي نقطة، يقول الأموال العامة حرمة، حرمة وحمايتها واجب، واجب مو على كيفنا نحميها ولا ما نحميها، هذا واجب لنا حسب النص الدستوري، واجب علينا حسب النص الدستوري، واجب على كل مواطن عندنا. فيما يتعلق بالتحاق بشرف الالتحاق بوظائف الأمن الوطني في خاصة بالأمن أو العسكرية أو الجيش أو إلى آخره، والوظائف العامة، الميثاق يقول إن الانتماء إلى أجهزة الأمن الوطني، يقصد كل الأجهزة الجيش والشرطة ومخابرات كل الأمور هذه، واجب وشرف لكل مواطن. واجب مواطن يروح يقدم نفسه يقول أنا والله أما تزل بالميثاق مقدم طلب حق التحق بهالوظيفة، يقول والله ما نبيك أنت، أنت من الجماعة الفلانية، أنت من الفئة الفلانية، أنت كذا إلى آخره، فتشوف في داخلي شنو أنا وشنو كذا إلى آخره، ما نبيك تدخل. احنا نقول نص ميثاق العمل الوطني الذي بيلتزم فيه يقول واجب شرف وواجب علي انه انا راح اتقدم لهالوظيفه، ما تقول لي ما تاخذ ايش حق جاي ما نبيك، اقول لك واجب تقول لي ما نبيك. الوظائف العامه الدستور شو يقول ماده 16؟ الوظائف العامه خدمه وطنيه، وظيفه العامه الدوله في القطاع المدني الان نتكلم او القطاع العسكري كل قطاع في الدوله. خدمة وطنية، لما أنا راح أقدم حق وظيفة هذه أنا قاعد أخدم وطني. ولا يولى الأجانب، لا يولى الأجانب، نص المادة 16 من الدستور
وهذه السورة 73 والسورة 2002. لا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون والمقصود فيه الأحوال الاستثنائية. أنا معقولة الحين عندي قوات أمن، أنا عندي مخابرات أجانب، وعندي عساكر أجانب، وعندي أمن أجانب، وعندي حرس وطني أجانب، جيش أجانب، ومعقول يا جماعة الدستور يقول هذا استثناء لا يولى الأجنبي إلا شروط ليحددها القانون؟ والسبب في هذا الموضوع هو أن هذا شرط استثنائي. البحريني إذا موجود بحريني بيروح وقال أنا أتقدم بالشرف والواجب أن أتوظف في الجهاز الأمني، قالوا له والله ما عندنا لك وظيفة. شلون ما عندكم وظيفة؟ 5000 وزير الداخلية قبل 3 سنوات صرح بأنه 50% من وزارة الداخلية هم الأجانب. إذا أنا مواطن معايا ولي الدستور وأروح لواحد فيكم ودي الدستور، ودي وحدة الدستور 2002، تروح له وتغدى تقول له أنا التزم بالدستور، أنت التزم بالدستور، وظف البحريني قبل الأجنبي. سيادة القانون، خلينا نشوف قضية سيادة القانون، وهذا نص موجود في الدستور عن سيادة القانون. خلينا ناخذ النص الخاص بالميزانية، مادة 110 من الدستور 2002، شو تقول؟ كل مصروف، كل صرف الحكومة، كل خرج، كل شيء تخرج الحكومة، كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة في الميزانية. يعني إحنا عندنا مجلس نواب، تعالوا لا والله هذه الميزانية فيها 2,000,000,000 دينار مصروفات، 2,200,000,000 مصروفات، 2,000,000,000 دينار مدخول، هذه كلها بند بند الوزارة الديوان كل هذه عطوا إياهم مجلس النواب هالكثر من سمة يا بوريا وقعها وجاء مجلس الشورى، مرت مجلس الشورى، مرت بالملك، صدر قانون. الآن عقب ما يصدر قانون الميزانية ما حد له حق يروح يضيف مصروف على كيفه، حتى ربية ما يقدر يضيف مصروف مو بوارد في الميزانية. هذا النص اللي موجود في مادة 110 في الدستور يقول كل مصروف غير وارد في الميزانية، ميزانية معناها اللي تطلع من مجلس النواب والشورى الآن في دستور 2002 والملك، أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون. فلا يقول زود الربية في الميزانية مو موجود ذكر ما لها بند خاص، لازم يروحون مجلس النواب ويقرر. الآن إحنا اللي صار عندنا شيء غير هذي، حتى على هذا الدستور على علاته أيضا ما يقول يطبقون الدستور على علاته ويتجاوزون هذه التطبيق. في عندنا الآن مجموعة كبيرة من الميزانيات مجلس النواب ما يدري عنها. سألنا الأخوان مجلس النواب قبل سنتين، قلنا لهم قرينا احنا في الصحافة عقد ان حكومة البحرين بتشتري في معرض طيران هذه في باريس، طلعوا اعلان حكومة البحرين ستشتري 9 طيارات هليكوبتر بلاك هوك بقيمة 205 مليون دولار، 205 مليون يعني 77 مليون دينار. سألنا لهم يا جماعة انتم شو يقول الدستور؟ كل مصروف يبي له ميزانيه، لازم يمر عليكم انتم، مر عليكم قالوا والله ما عندنا خبر، خبرتكم الحكومه ان فيها العقد قالوا والله ما عندنا خبر، قرينا بالجرايد حالنا حالكم. يعني الحكومه تصرف، احنا ما نقول ان ما نحتاج، قد نحتاج الطيارات الهليكوبتر، قد نحتاج اكثر منها، وقد نحتاج اكثر منها، وقد ما نحتاجها. لكن لانها مصروف حسب القانون، حسب الدستور يجب ان تمر بقانون، والقانون القانون لا يمر الا عن طريق المجلس، المرسوم يمر عن طريق الملك، لكن القانون النص يقول قانون ما يقول مرسوم. واخذوا على هذا المنوال ميزانيات سريه موجوده حق الديوان الملكي، حق دواوين اخرى، مصاريف ثانيه موجوده ما حد فينا. اليوم في مصروفات حق البعثات، احنا نقول نظام البعثات في البحرين نظامين، كل شيء نظامين على فكره في البحرين. نظام السكن اللي انتم تشوفونه والسكن اللي يتوزع اللي انتم ما تعرفون عنه. البعثات اللي تشوفونها عيالنا يشوفونها، والبعثات اللي عيالنا ما يشوفونها اصلا، ما في مجال ان يشوفونها، مخصصه حق مجموعه من الناس عندهم واسطات في هذا البلد. شفافيه، نرجع الى موضوع الشفافيه. شفافيه تكلم عن ميثاق العمل الوطني، في الدستور ذيك الساعه ما كان يتكلم عن شفافيه، لكن ميثاق العمل الوطني افرد جزء من الكلام عن